السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالب إبراهيم عطية الحربي. راح أشرح السؤال 24 من شابتر 15. السؤال يقول find the total current and each prince current. طاق السيركت هذه بك توجد الـ I total والـ IR والـ IXL. الـ XL طاق إياها بـ 3.5 كيلو أوم فما يحتاج يطلعها، الـ R بـ 2.2 كيلو أوم والـ Phase Source بـ 10 والزاوية 0. أول حاجة نوجد الـ Z، الـ R والـ XL parallel، بنقول 1 على 1 على R زائد 1 على 1 على JXL، نعوض قيمة الـ R والـ XL. الآر ب 2.2 ضرب 10 أس 3 والإكس إل ب 3.5 ضرب 10 أس 3، وأهم شيء ما ننسى الجي. الزد حتساوي 1.86 والزاوية 32.15 كيلو أوم. بعدين نوجد الآي توتال قانون أوم، الفي سورس على الزد، الفي سورس أعطانا إياها ب 10 والزاوية 0، والزد طلعناها ب 1.86 ضرب 10 أس 3 والزاوية 32.15، راح تطلع الآي توتال ب 5.37 والزاوية سالب 32.15 ملي أمبير. طبعا الزاوية طلعت معنا 32 لأنه زاوية الفي سورس بصفر، زاوية الزد ب 32 فما راح تتغير قيمتها. أما بالنسبة للسالب فعندنا إحنا في الزوايا إذا كانت قسمة نطرح الزوايا، وإذا كانت ضرب نجمع الزوايا، عشان كده طلعت معنا بسالب. بعدين نوجد، بعدين عشان نوجد الـ IR والـ IL عندنا طريقتين، عندنا تختار الطريقة اللي تناسبك. أنا شرحت الطريقتين. الـ IR تساوي اللي هو قانون الـ Current Divider Rule، الـ I Total ضرب الـ Z Total على R تساوي 5.37 ضرب 10 والسالب 3 والزاوية سالب 32.15 ضرب الـ Z Total اللي هي 1.86 ضرب 10 أس 3 والزاوية 32.15 على الـ R 2.2 ضرب 10 أس 3، هتطلع قيمة الـ IR تساوي 4.55 والزاوية 0 ملي أمبير. طبعا هذه الطريقة الثانية اللي هي بقانون أوم، الفي سورس على جي إكس إل. الفي سورس لأن الدائرة هذه بارلل، فقيمة الفي سورس تكون نفسها على الآر وعلى الإكس إل، إنه في البارلل الفولت يكون متساوي. فنقول الفي سورس على جي إكس إل، الفي سورس ب 10 والزاوية 0 ولا إكس إل ب 3.5 ضرب 10 أس 3 جي، هتساوي 2.86 والزاوية سالب 90 ملي أمبير. زاوية الـ XL دائما تكون 90، لكن زي ما قلت عشان هم قسمة فنطرح الزوايا، عشان كده طلعت معانا سالب 90 ملي أمبير.